يقول الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. تقول: ما معنى هاتين الآيتين؟ وما المقصود بدوام السماوات والأرض وبالاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك في الآيتين؟ هاتان الآيتان وما قبلهما في وصف مشهد يوم القيامة. قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الآيتين بيّن سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون في هذا اليوم العظيم إلى قسمين: شقي وسعيد. ثم بيّن جزاء الأشقياء وجزاء السعداء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض، فقيل إن هذا جرى على أساليب العرب، وأن العرب إذا أرادوا أن يصفوا شيئا بالدوام قالوا هذا دائم ما دامت السماوات والأرض، والمراد هنا مطلق الدوام كما هو عادة العرب في أساليبها. وقيل إن المراد جنس السماوات والأرض، لأن الآخرة أيضا فيها سماء وفيها أرض، لكنها غير هذه السماء وغير هذه الأرض الموجودتين الآن. لأن الله تعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالمراد هنا بالأرض وبالسماء الجنس، وإن كان العين مختلف. والمعنى أن هؤلاء الكفار لا يخرجون من هذه النار أبد الآباد، وأنهم مخلدون فيها. أما الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك في الآيتين، المراد بالاستثناء في الآية الأولى في حق الأشقياء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الذي عليه أكثر المفسرين أن المراد بهذا الاستثناء عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بمعاصيهم، فإنهم لا يخلدون فيها وهم مستثنون من الخلود، وينفرد في الخلود الكفار والمشركون. أما عصاة الموحدين فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم مستثنون من الخلود فيها إلا ما شاء ربك، بأن يخرجوا منها إما بشفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل أو بعفو الله عز وجل عنهم. فالمراد بالاستثناء هنا أهل التوحيد من عصاة الموحدين. نعم. وأما الاستثناء في قوله تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، ففيه قولان للمفسرين. القول الأول أن المراد أيضا عصاة الموحدين، فإن عصاة الموحدين الذين دخلوا النار فاتهم شيء من البقاء في الجنة أول الأمر، فاتهم شيء من الخلود لبقائهم في النار فترة قبل دخولهم الجنة. وقيل المراد بالاستثناء هنا بيان أن خلودهم فيها ليس واجبا، وإنما هو راجع إلى مشيئة الله عز وجل، فهم يخلدون فيها بمشيئة الله وليس خلودهم هذا من باب الوجوب. نعم. بالنسبة لمن وجبت عليه النار ولكنه لا يحكم بخلوده فيها، الذي يكون آخر الاثنين هو العذاب أو النعيم؟ يدخلون النار أولا. نعم. ويمكثون فيها ما شاء الله، أي يمكثوا ثم يخرجون منها بعد ذلك وقد احترقوا، قد صاروا فحما. نعم. ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة فتنبت أجسامهم، ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. إذن الجنة هي آخر شيء. نعم، آخر أمرهم الخلود في الجنة. نعم. إذن كيف نفسر الاستثناء في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ أي أن ليس كل من يدخل النار يخلد فيها. الجنة بالنسبة للذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، فسر بما ذكرنا من الوجهين، أما بأن المراد عصاة الموحدين لأنهم فاتهم شيء من البقاء في الجنة من أول الأمر هو مكثهم في النار. يعني الاستثناء هنا لا يأخذ الترتيب بأنه بعد بقائهم في الجنة يخرجون، لا، في أول الأمر والله أعلم. نعم.